مرحبا، في هذا الفيديو سنتعلم كيفية التعرف على الموارد الرئيسية في عملك. تعكس الموارد الرئيسية أهم الأصول لعملك، والتعرف عليها سيساعدك على حماية هذه الأصول والاستفادة القصوى منها. وفيما يلي ثلاث أنواع شائعة من الموارد. 1. تشمل الموارد المادية المركبات، المكاتب أو المحلات، مركز البيانات وتصنيع المعدات. 2. تشكل أصول الملكية الفكرية، العلامات التجارية وحقوق المؤلف وبراءات الاختراع وبرامج العمل وحتى قواعد بيانات العملاء. 3. رأس المال البشري الذي يمثل فريقك. في معظم الشركات يكون هذا أهم الأصول، إذ يساعد الفريق في الاستمرار بتقديم الابتكارات ومنح العملاء تجربة رائعة. تحديد أهم الأصول الخاصة بك في عملك وحمايتها أمر ضروري جداً لجعل مؤسستك تعمل بشكل جيد.